يو يو لكتش الأزمة يو يو لكتين تسمى يو مغرام يو ملي جات جات الأزمة والو خدمة غالي هاجر بلادو ما فيها والو غالي دبر ملي جات جات الأزمة والو خدمة غالي هاجر بلادو ما فيها والو غالي دبر جات الأزمة والو الخدمة غالي هاجر بلادو ما فيها والو باغي دبر طلعت تما تبلاد باللي تسمح وخالي حرك بس السكة صار وخالي شرب صار ويك من سمك جوح وكل شي ربي قد تروح ودعي الله وشرب حار وقاف وتقبل قال هذي الليلة غادي ناشر نوش وده نعيش مو إيمانة غادي خابر لكن خوف أنا مصور كسمنا فويا حيوصل سعاب وكدي غاز وهو قد وباقي فاطر كزيد الخوف عليه كل مزيد يتعطر وصالح يشوف الناس مختلفة هو البعد ومكلوف ما عنده احتاج عرفة عيد من الوالدين في يده قال له ما نوصل شايف الخشي غير ما باش يلسي دفر زعمه ساق اللغة والو ما تعرف احتاج كلمة مجبر ما يعمل له صامي قام قال يتمه دغيا طاح الليلة فين غادي باشي ليلي كوش طويل وباقي تابعين وحاجات نعس تحت سقف هو كيخاف البرد الجوع تخلي عليه وهو باقي صابر يمكن هو خواف وباش يعاني ماشي قادر يما كان ما نحسد تهي بي حسد الا فجرنا ضد صلات وقلست تدعي مع ولده ربي يشوف ولدي مشان طريق كبير عليه هو صغير وماشي قده حسد من كمته ملي جات جات الأزمة والو الخدمة غالي هاجر بلادو ما فيها والو باغي دبر ملي جات جات الأزمة والو الخدمة غالي هاجر جات الأزمة والو الخدمة غالي هاجر بلادو ما فيها والو باغي دبر صباح صباح وطن خسر ماضي من السخين كيف الترجمي غادي يعمل مش عارف حاله ولا يبقى تمك بوحده يكمل ساعدوا علينا مشاكل ما قدر يصبر ما قدر يتحمل هاد البلاد صعيبة كيفاش غادي يجيبها مشالو مرسى بقالي تشوفو مزمل وطيبة هاد البلاد غريبة وندم علاش يطلع وقال يرجع كنت لقيت وقت شرف في بلادي تم أحسن وعاد وطن مش مرمى تم والو بلادي أحسن من هاد البلاد ما فيها والو وقال ارجع بحالو رجع لبلاد ديالو وشني غادي يعمل بدل الحرفة هو ماشي فقرة مخزقة وهي شرفة وقفة بعدها تلفة ومشى يهرفة خلاها مطرفة أصلا صك وحالي ما كاين والو زاد خلفة الدار باش يتحرك دار واحد تدرب جاب المخزن ماشي قط وهو يسلك صعطولو شبروه داوة درقوه ما يمتينا أنا ماشي مات البلاد ولا هاد لبينا أنا مجات الأزمة اللي تقتل نسمى ملي جات جات الأزمة والو الخدمة غالي هاجر بلادو ما فيها والو باغي دبر ملي جات جات الأزمة والو الخدمة غالي هاجر بلادو ما فيها والو باغي دبر ملي جات جات الأزمة والو الخدمة غالي هاجر بلادو ما فيها والو باغي دبر